يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحلف بالطلاق هل هو حلف بغير الله؟ لا، ما في حروف القسم، لكن يجري مجرى الحلف بالله من حيث التعليق، يشبه الحلف بالله من حيث التعليق، كان يقول إذا فعلت كذا فأنت طالق، فهو يشبه الحلف من حيث التعليق لا من حيث الصيغة. الصيغة ليست صيغة حلف، وإنما التعليق يشبه اليمين، والله إن فعلت كذا فأنت طالق فسأضربك مثلا، والله إن فعلت كذا فسأضربك، علق اليمين على شيء، إن فعلت كذا فأنت طالق، علق اليمين على شيء، علق الطلاق على شيء، فهو يشبهه من ناحية التعليق فقط. نعم. والحنث أنه إذا خالف اليمين بالله حنث، وإذا خالف الطلاق حنث أيضا. نعم.